مرحبا بكم في قناة الأكل ثقافة. مقهى السلطان زادة، لكل الباحثين على مقهى فيه الكثير من الرومانسية في ديكوره وفي أنواع الحلويات التي يقدمها. كما أن اللمسة التركية زادت المقهى تنوعا ونوعية، لهذا أصبح المقهى وجهة للكثيرين للاحتفال بمناسبات جماعية أو زوجية. فإذا كنتم من عشاق المقاهي الرومانسية فما عليكم إلا التوجه لسلطان زادة. يقع المقهى في مدينة يوتوبوري، العنوان تجدونه في صندوق الوصف.